أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والحمد لله إذا رضي، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني أحبابي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله عز وجل في كتابه العزيز: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الله عز وجل أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة لا حصر لها ولا عد، وتفضل علينا وجاد سبحانه عز وجل تفضلا منه وتكرما بنعم ظاهرة وباطنة. هذه النعم نسيناها بالغفلة والعادة وأصبحنا لا نلقي لها بالا. هذه النعم إخواني الكرام تستوجب منا محبة الله عز وجل. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: أحب الله لما يغدوكم به من نعمه وتتطلب منا شكرا. قال الله عز وجل: واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. وبهذا الشكر وصف الله عز وجل نفسه بأنه شكور، بأنه شاكر. إن الله غفور شكور وكان الله شاكرا عليما. ومن شكره سبحانه عز وجل أن رجلا سقى كلبا فشكر الله له صنيعه وغفر له. ومن شكره أنه يجازي عباده يوم القيامة بعمل قليل بثواب جزيل غير محدود. ووصف بهذا الشكر أنبياءه ورسله، فقال عن سيدنا نوح عليه السلام: إنه كان عبدا شكورا. وبالشكر نعت خليله إبراهيم عليه السلام فقال بأنه كان شاكرا لأنعمه. وبالشكر أمر المؤمنين، فكيف نشكر الله عز وجل على نعمه؟ أولا لا بد من الاعتراف، الاعتراف بأن ما من نعمة نرفل فيها ونتنعم بها إلا ومصدرها المنعم سبحانه عز وجل. قال الله عز وجل عن سيدنا زكريا ومريم عليه السلام: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، قالت: هو من عند الله، لا بحيلتي ولا بذكائي ولا باجتهادي ولا بتجربتي ولا بحرصي ولا بعلمي. ثانيا أن نستعمل هذه النعم في طاعته سبحانه عز وجل، أن لا يستعان بنعمه على معصيته. ثالثا أن يكون هذا الشكر بالعمل الصالح. قال الله عز وجل في سورة سبأ: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، وقليل من عبادي الشكور. قيل بأن الشكور هو صيغة مبالغة، وهو المواظب على شكر نعم الله تعالى على كل الأحوال. قيل بأن الشاكر يشكر على الموجود، والشكور يشكر على المفقود. وقيل بأن الشاكر يشكر على النفع، والشكور يشكر على المنع. وقيل بأن الشاكر يشكر على العطاء، والشكور يشكر على البلاء. وقليل من عبادي الشكور. ابحث لنفسك أخي الكريم عن حظ ونصيب مع هذا القليل. سمع عمر بن الخطاب أعرابيا مرة يقول، يدعو ويقول: اللهم اجعل لي من الأقلين. فاستفسره الفاروق رضي الله عنه فأشار إلى قوله تعالى: وقليل من عبادي الشكور، وقليل من عبادي الشكور. ولعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الأسوة العظمى وهو خير الشاكرين وإمام الشاكرين قد تجسدت فيه هذه الصفة وهذا المقام. تقول له أمنا عائشة بعد أن تورمت القدمان الشريفتان وتفطرتا من شدة وطول القيام بين يدي الله عز وجل:
قد غفر الله لك، تقول مشفقا قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيجيبها صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فالله عز وجل أهل أن يعبد، وأهل أن يحب ويتقرب إليه ويطاع، ولو لم يخلق جنة ولا نار. واعلموا أحبابي الكرام أن للشكر ثمرات، ومن ثمرات هذا الشكر أن الله عز وجل يحقق به الرضا، الرضا الإلهي. قال الله سبحانه عز وجل في سورة الزمر: وإن تشكروا يرضه لكم، وإن تشكروا يرضه لكم. وبالشكر ننال كذلك الأمان من العذاب. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، وكان الله شاكرا عليما. والله عز وجل كذلك يعطي على الشكر الجزاء الوفير. قال سبحانه عز وجل: وسيجزي الله الشاكرين. بالشكر كذلك ننال المزيد من الكرم والعطاء. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، لئن شكرتم لأزيدنكم. واعلم رعاك الله بأن ثمرة الشكر عائدة مصلحتها على العبد الشاكر المنعم عليه، ولا تعود على المنعم المشكور سبحانه عز وجل. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه. وللصالحين أقوال في هذا المقام، في مقام الشكر. قيل بأن الشكر هو قيد الموجود وصيد المفقود، وقيل بأن الشكر هو جالب وحافظ، حافظ للنعمة وجالب للنعم الأخرى. قال أحد الصالحين: يا ربي كيف أشكرك وشكري لك نعمة، يا ربي كيف أشكرك وشكري لك نعمة. العبد الموفق إخواني هو من وفقه الله عز وجل لشكر نعمه، فزاده الله عز وجل فشكر، فتكون نعمة أخرى يشكر الله عز وجل عليها. ولذلك فشكرنا يحتاج إلى شكر. قيد النعم بشكر الله، فمن لم يعرف نعم الله عز وجل بوجودها أو وجدانها، عرفها بوجود فقدانها، كما يقول ابن عطاء الله السكندري رحمه الله. ويقول أحد الصالحين: اطلب المنعم لا تطلب النعمة، اطلب المنعم لا تطلب النعمة. أحيانا النعم تنسي والنعم تطغي، فلا تنسينا المنعم سبحانه عز وجل. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم ألهمنا شكرك، اللهم اجعلنا من الذين يعظمون شكرك، وزدنا ولا تنقصنا، واجعلنا لك من الذاكرين، واجعلنا لك من الشاكرين. اللهم يا رب نعوذ بك من السلب بعد العطاء. وصل اللهم وسلم وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.